ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوى دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991. وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداء بالاسم وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك. كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداء بالاسم وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك. اليوم تم من جهة لجنة الخدمات مناقشة تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد العسكري لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وتم تبديل المسمى إلى صندوق التقاعد العسكري، وكذلك تم تغيير بعض التعابير والمصطلحات في القوانين ذات العلاقة، وتعديل عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وكذلك تعديل عضوية مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري، وتم الموافقة عليه في مجلس الشورى بالإجماع ولله الحمد. لقد تم طرح اليوم المرسوم رقم 33 لسنة 2022 لإنشاء وزارة السياحة بعد انفصالها عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وقد اتفقنا حقيقة أصحاب السعادة الأعضاء بطرح مرئياتهم وأفكارهم البناءة لوضع النقاط على الحروف في هذا الجانب، وقد تمت الموافقة على هذا المرسوم